بسم الله الرحمن الرحيم، ابنائي طلبه وطالبات الصف الثاني الاعدادي، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده مع قناه مستر اسماعيل حلمي. النهارده ان شاء الله نكمل بقيه يونت 2 ليسون 3 و4، ويلا بينا نبدا كده الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي اول حاجه كلمه جيست، يعني ضيف. جيست وده ناون. بورت ميناء. ايربورت مطار. ايربورت مطار. سوت كيس حقيبه السفر. سوت كيس. ويدنج حفل الزفاف. سوت يناسب او يلائم او بدله، ده فعل منتظم. ويدنج خلي بالك بين ويدنج وويدنج، ازاله الاعشاب الضاره من الاراضي الزراعيه او من الحدائق. الون بمفرده. سترايب مخطط او مقلم. سترايبد. باترن نموذج او شكل مرسوم. هانجينج معلق. تينيجر مراهق. تينيجر. جريتفول ممتن او شاكر. جريتفول. سكين يعني جلد. اكسايتدلي بحماس بانفعال. اكسايتدلي هابيلي بسعاده. هانجرلي بشراهه. لاودلي بصوت عالي. سلولي ببطء. كوايتلي بهدوء. كويكلي بسرعه. ليزي بكسل. ايزلي بسهوله. وكيرفولي بحرص او بعنايه. وعندي كمان هنا البليسز الاماكن المشهوره. عندي الازهر بارك حديقه الازهر. ام السلطان شعبان موسك يعني مسجد ام السلطان شعبان، ده هنتكلم عليه كمان شويه. وعندنا كمان هنا بيت الكلمات. عندنا كلمه تريت يعالج او يعامل. invite يدعو. lines خطوط. playground ملعب او فناء. crowds زهام من الناس او حشد من الناس. وshopping bags اكياس التسوق. sweet لطيف او جميل. وبتيجي وكمان عندي كلمه foreground معناها مقدمه. عندي بعد كده football team فريق كره القدم. وسيلفي صوره بالكاميرا طبعا عارفينها كلنا. وباك جراوند الخلفيه. هابينس السعادة. وورد قلق. بليزد مسرور. مجازين مجلة. كونتينيو يستمر. سجست يقترح. كل دي حاجة خدناها قبل كده، كلمات قديمة مفيش مشكلة فيها. عندي بهذا الأفعال سبيك سبوك سبوكن يتحدث. تشوزن يختار. شون يوضح أو يبين. سانج يعني يغني. سانج. تعال نشوف الكلمة وعكسها، الكلام ده بيجي في التشوز دايما او في الكوريكت. عندي هنا شارب عكسها بلونت يعني غير حاد بلونت. وعندي فاست سلو سريع وبطيء. دارك عكسها لايت غامق وفاتح. جيت اون جيت اوف يركب او ينزل. رونج خطأ رايت صح. كونتينيو يستمر الصوب يتوقف. اكسايتنج رائع او مثير. بورينج ممل. ريمبر يتذكر. فورجيت ينسى. دراي جاف ويت مبتل. نورمال عادي. اب نورمال غير عادي او غير طبيعي. ونشوف الديفينيشنز التعريفات. التينيجر دول اللي هم مين؟ A boy or girl aged 13-19 يعني ولد او بنت عمره من 13 ل 19 سنه. كلمه نورمال يعني طبيعي. يوجوال نوت ديفرنت مش مختلف، حاجه عاديه يعني. اما كلمه الون بمفرده. نوت ويذ اذر بيبل يعني عايش لوحده مش مع اي حد. جريتفول معناها ممتن او شاكر يعني يشعر بالسعاده راضي عن اللي هو عايش فيه. فيلينج اند شوينج ذات يو وونت تو ثانك سمون يعني الشعور او ان انت تبين ان انت عايز تشكر شخص ما. بيكوز اوف ذات ذي هاف دون اور جيفن يو فيلينج بسبب ان هم عملوا لك حاجه كويسه او اعطوك شيء كويس. او فيلينج هابي اباوت ذا جود ثينجز ان يور لايف او انت تشعر بسعاده عن الحاجات الحلوه اللي في حياتك اللي هي الرضا من الاخر، انت تكون راضي عن اللي انت فيه. عندي بعد كده ان ذا باك جراوند في الخلفيه. ذا بارت اوف سيمز فارثست تو يو ان ا بيكتشر فوتوغراف يعني الجزء اللي يبدو ان هو ابعد منك في الصوره يعني بيكون في خلفك او وراك يعني. In the foreground يعني في المقدمة. The part of the of seems nearest to you شيء يبدو ان هو اقرب منك. In a picture or photograph اللي هو بيكون ايه جنبك في الصورة. طيب عندي كلمة sharp معناها حاد. Having a thin edge. Thin edge يعني حافة نحيفة. Or point
أو نقطة أو سن يعني that can cut something الذي يمكن أن يقطع شيء or make a hole in something أو يعمل فتحة في شيء معين. أما كلمة striped معناها مخطط أو مؤلم with long narrow lines يعني في خطوط طويلة نحيفة كده رفيعة of color that are different color from their areas next to them يعني الألوان جنب بعض بألوان مختلفة أبيض وأسود مثلا زي الحمار المخطط وهكذا. عندي بعد كده كلمة towards معناها اتجاه in the direction of يعني في اتجاه شيء or closer to somebody أو something close معناها قريب أو أقرب إلى شخص ما أو شيء ما ده معنى كلمة towards. وكلمة wedding حفل زفاف a ceremony ceremony يعني احتفال in which people get married اللي الناس بتتجوز فيه. وكلمة careless معناها شخص مهمل not paying enough attention to what you are doing يعني مش بيديك انتباه كافي لما تفعله ده شخص مهمل not paying enough attention مش بيديك انتباه كافي to what you are doing لما أنت فاعله. نشوف الليسننج كده معنا بسرعة. هنا جيرل وان بتقول this is a photo of my sister's wedding دي صورة لحفل زفاف أختي it's at the end of the day and the guests are slowly leaving احنا في نهاية اليوم والضيوف بيغادروا ببطء most of the family are still there معظم العائلة لسه موجودين هنا though ومع ذلك بالرغم ان and still enjoying the party ومع ذلك هم لسه بيستمتعوا بالحفلة that's my sister smiling happily أختي بتبتسم بسعادة at the camera and the man next to her والرجل اللي جنبها ده is يوسف her husband ده يوسف زوجها. Picture number two boy one بيقول هنا that's my class on our school trip ده فصلي في رحلة مدرسية to the mountains للجبال we are getting carefully on the rocks احنا بنكون حريصين واحنا على الصخور because they are very sharp عشان هنا حادة جدا we got up at 5 o'clock in the morning and walked for hours and hours صحينا الساعة 5 ومشي الصبح ومشينا لمدة ساعات وساعات you can't see me in this picture يمكنك أن لا تراني في هذه الصورة I am sitting under a tree أنا قاعد تحت شجرة and hungrily eating my lunch وبجوع أو بشراهة باكل الغداء بتاعي boy number two بيقول this is me at the airport ده أنا في المطار I am waiting excitedly to get on a plane for the first time أنا قاعد بحماس مستني الطيارة اللي هركبها لأول مرة my family We're with me but you can't see them because my sister is taking the photo while my parents are quickly buying some sandwiches for us to eat on the plane. بيقول لك هنا عائلتي معايا وانت وهنا اختي بتلتقط لي صورة وعائلتي مش معايا في الصورة عشان هم بيشتروا سندوتشات عشان ناكلها على الطيارة تمام؟ Girlie 2 بتقول This is my aunt's new baby ده البيبي اللي جابته أو ابن عمته أو ابن خالته ها isn't she sweet هل هي جميلة أليست هي جميلة She is laughing loudly هي بتضحك بصوت عالي in this picture في هذه الصورة because she can see my aunt's cat لأنها يمكنها أن ترى قطة خالته أو عمته she always laughs هي دائما بتضحك when she sees this cat عندما ترى هذه القطة she thinks it's very funny وهي بتعتقد أنها مرحة أو دمها خفيف تعال نشوف كده الأزهر بارك this is a photo of my family in الأزهر بارك هذه صورة لعائلتي في حديقة الأزهر في القاهرة my mother and my sister are sitting under a tree in foreground of the photo يعني أختي وأمي جالسين تحت شجرة في مقدمة الصورة in the background في الخلفية you can see the أم السلطان شعبان موسك مسجد أم السلطان شعبان اللي هو في الخلفية ده تشوفه من حديقة الأزهر the tree is towards the right of the photo and my eldest sister Reem is sitting in front of it يعني الشجرة
تقع في اتجاه اليمين من الصورة، وأختي الأكبر تجلس اللي هي ريم تجلس في مقدمة أمام الشجر يعني. Our mother is behind here. مامتنا قاعدة وراها. We can't see her face. مش نقدر نشوف وشها. My middle sister أختي الوسطى تاليا is in the middle of the picture في منتصف الصورة. She is taking a selfie as usual. بتلتقط صورة سيلفي كالعادة. Our aunt is behind them. وعمته أو خالته قاعدة ورا. Down the hill خلف التل أو أسفل التل. And on the left وعلى اليسار من الصورة. I think she is getting ready to take a photo too. أعتقد أنها تستعد تتخذ صورة أيضا. هنا عندي happiness for teenagers يعني السعادة للمراهقين. يعني ازاي نشعر بالسعادة هنا. I am normal. It's normal to get worried or to feel sad sometimes. احيانا من الطبيعي انك تشعر بالقلق او تشعر بالحزن في بعض الاوقات. But that helps teenagers to feel happy. وده بيساعد المراهقين لكي يشعروا بالسعادة. We found five things that can help. عندنا خمس حاجات يساعدوا المراهقين للشعور بالسعادة. Get lots of rest. يعني خد احصل على الكثير من الراحة. Teenagers often don't sleep enough. المراهقين في العادة مش بيناموا كتير او بشكل كافي. But this is a time in your life when you need a lot of sleep. وده هذا هو الوقت المناسب في حياتك انك تحصل على الكثير من النوم. Young people who sleep 8 to 10 hours at night are much happier. الناس الشباب اللي بيناموا من 10 من 8 ل 10 ساعات بيكونوا اكثر سعاده. طب نشوف كده. Be friendly. خليك ودود مع اصدقائك ومع اقاربك. It's good to be alone sometimes. يعني من الجيد انك تكون قاعد لوحدك بعض الوقت. But people need people. لكن الناس تحتاج الى الناس. مفيش حد بيعيش لوحده. Spend time with your family. اقضي وقت مع عائلتك. And also try to make new friends. وبرضو حاول تكون صداقات جديدة. Because this makes teenagers happy. ده بيجعل المراهقين سعداء انك لما تحصل على اصدقاء جدد. طيب go outside. اخرج. People need nature to be happy. الناس محتاجين السعادة، محتاجين الطبيعة عشان يشعروا بالسعادة. go to the desert. روح للصحراء. or the river او للنهر، نهر النيل الكورنيش بتاعنا. or if you live in the city او انت بتعيش في المدينة. go to park. روح لك حديقة. number 4 help someone. انك تساعد حد بتشعر بالسعادة. يعني when you do something kind for someone else. لما تعمل شيء طيب لشخص معين بتعمل ايه بقى. This makes you feel happy. ده بيجعلك تشعر بالسعادة ايضا. try it. تجرب كده. you feel really good. هتشعر بشعور جيد جدا. اخر حاجة be grateful. كن ممتن. كن راضي عن اللي انت فيه. grateful يعني ممتن او شاكر او راضي. one of the best ways to be happy is. واحد من افضل الطرق للشعور بالسعادة is to remember the good things in your life. افتكر الحاجات الحلوة اللي في حياتك. عندك بابا وعندك ماما وعندك اخواتك وعندك صحتك وعندك جسمك سليم وعندك حاجات كتيرة في حياتك حلوة. and feel pleased. واشعر بالامتنان والسرور about them عن هذه الأشياء. نبدأ نكمل كلامنا. هنا بيقولي cities are very busy places. المدن هي أماكن مزدحمة جدا. lots of people live and work in them and there is always lots of traffic and noise. ناس كتير بتشتغل هناك في المدن ديت وكمان في زحمة في المرور وفي ضوضاء. this makes some people feel worried and unhappy. ده بيخلي الناس تشعر بالقلق وعدم السعادة أو الحزن. when people feel like this. لما الناس يشعروا مثل هذا الشعور. it's a good idea to go outside and experience nature. انها فكرة جيدة انك تخرج وتجرب الطبيعة. ماشي. in Cairo بقى many people like going to the الازهر park. في القاهرة كثير من الناس بيحب يروح حديقة الازهر. here هنا they walk slowly. بيمشوا ببطء around the gardens. حول الحدائق او المدن او الجناين. and look at the many fountains palm trees.
وكمان بيبصوا على كثير من النافورات والنخيل والبلانتس والنباتات اند فلاورز والزهور. This makes them calm، ده بيجعلهم يشعرون بالهدوء. In the middle of the very big city، يشعروا بالهدوء في منتصف هذه المدينة الكبيرة. These people are meeting friends and family، الناس دول بيتقابلوا مع اصحابهم واصدقائهم وعائلتهم. and having picnics outside، ويحصلوا على نزهات خلويه او نزهه في الهواء الطلق خارج المنزل. in other parts of Egypt، في اماكن اخرى من مصر، people can experience nature، الناس يمكنهم ان يجربوا الطبيعه. in many different ways، بعده طرق مختلفه. this is احمد and he lives in شرم الشيخ، هذا احمد اللي بيعيش في شرم الشيخ. he is a tourist guide، هو مرشد سياحي. and always works hard، ودايما بيعمل بجد. here he is speaking on the phone، وهو كمان بيتكلم في التليفون. ماشي، ايه كمان؟ احمد always feels happy when he visits the Ras Mohammed Nature Reserve، احمد دايما يشعر بالسعادة عندما يزور محمية راس محمد الطبيعية. this is a national park in the Sinai Peninsula، هذه هي حديقة national park، حديقة قومية موجودة في شبه جزيرة سيناء. today he is visiting the park to go scuba diving، ودلوقتي هو يزور الحديقة علشان يروح في هناك مكان للغطس. in the Red Sea، في البحر الأحمر. he feels relaxed، يشعر بالاسترخاء. when he sees all the things that live under the water، بيشعر بالاسترخاء عندما يرى الكائنات الحية التي تعيش تحت الماء. such as، مثل the fish، زي السمك. and the coral، والشعاب المرجانية. when you want to be outside، لما تكون عايز تبقى بره البيت. there are many beautiful places on the Nile، كمان في اماكن جميلة حلوة على النيل، على الكورنيش بتاعنا، النيل الجميل بتاعنا. طيب، this is لميا and she lives in أسوان، هذه لميا وهي بتعيش في أسوان. today she is sailing happily، النهاردة هي بتبحر بسعادة. on the river، على النهر. with her father on a fluka، مع باباها في فلوكا، مركب صغيرة كده اسمها فلوكا. تمام، عندي بعد كده she likes doing this because she likes the different birds at the she likes the different birds that she can see، هي بتحب الكلام ده عشان هي بتحب تشوف الطيور المختلفة اللي ممكن تراها على النهر. like herons geese and vultures، طبعا دي طيور البلشون، ودي الاوز جمع اوزة، وده النسور. عندي بعد كده some people however like visiting the deserts of Egypt when they want to be outside، بعض الناس بيحب يزور الصحراء لما يخرجوا بره البيت. people like، اللي هي السفاري اللي بتبقى في سيناء كده. people like walking in the deserts to see the sand، الناس بتحب تمشي في الصحراء لكي تشاهد الايه، الرمال، sand dunes اللي هي كثبان الرملية. because it is very quiet، لان الصحراء ايه، هادية جدا. and these people are flying slowly above the deserts in a hot air balloon، يعني الناس بتركب الهوت اير بالون، هو المنطاد، وبيمشوا بيه، بيطيروا بيه شويه كده فوق الصحراء. we all feel good when we go outside، كلنا بنشعر بشعور جيد عندما نخرج بره البيت. where do you like to go، وانت عايز تروح فين؟ هنا هنشوف واحد من التينيجرز باعت رساله لفريق المراهقين، بيقول لهم هنا ايه، I am a normal teenager but I often feel worried about things، انا مراهق عادي جدا بس انا بشعر بتوتر من تجاه بعض الاشياء. every day، كل يوم. I stay at home and do my homework، كل يوم بقعد في البيت وبعمل واجبي. then I get texts from my friends and they say they are all doing exciting things what I am بيعملوا حاجات مثيرة. يعني ايه الكلام دوت؟ هو بيقول احيانا بقعد اعمل واجبي، وبعد كده بقعد استقبل رسائل نصيه من صحابي، وهم بيقولوا ان هم بيعملوا
اشياء مثيره او تثير الحماس، يعني اشياء حلوه. يعني what am I doing wrong، وده اللي بيجعلني اشعر بقلق. what am I doing wrong، هنا I do well at school، يبقى هنا what am I doing wrong يعني ايه اللي انا بعمله غلط. I do well، انا بعمل حاجات كويسه. at school، بؤدي جيدا في المدرسه. and I enjoy my weekends with my family، وبستمتع باجازاتي مع عائلتي، شخص عادي جدا. we often go to the park، احيانا بروح الحديقه. or the beach، او الشاطئ. but I sometimes think that my friends are having a better time than me، لكن احيانا بعتقد ان اصحابي عندهم حياه افضل من حياتي. please can you help me، لو سمحتوا ممكن تساعدوني. ده اسامه اللي كتب الكلام ده. شوفوا هم ردوا عليه ليه، قالوا له ايه بقى. دير اسامه، عزيزي اسامه، thank you for writing to us and yes، شكرا ليك ان انت بعت لنا الخطاب، وفعلا we will try to help you، احنا سوف نساعدك. it's normal to think، ده شيء طبيعي جدا ان انت تفكر في الكلام ده. that other people، من الطبيعي ان انت تعتقد ان الناس الاخرى are doing more exciting things than you، من الطبيعي ان انت تفتكر ان الناس صحابك بيعملوا حاجات اكثر متعه او اكثر اثاره منك من حياتك يعني. but remember، لكن افتكر، you are wrong، تذكر ان انت هنا بتفكر غلط. your friends probably feel worried، صحابك احيانا او من المحتمل ان هم برضو يكونوا بيشعروا بنفس القلق. just like you، زيك بالظبط. ده بالظبط ايه، شعور السن المراهق. your friends probably feel worried just like you when you go to the park or the beach، لما انت تروح الحديقه او الشاطئ. do you send photos to your friends، هل ترسل رسائلك لصحابك، صورك لصحابك. they probably think you are having a better time than they are، هم نفس الكلام برضو بيشعروا ان انت عندك حياه افضل منهم. لما حد يشير صوره ان هو رايح رحله او كده على اصحابه، بيقولوا الواد ده ايه، الواد ده مرتاح وبيروح وبيجي وحياته افضل مننا. remember that، افتكر ان we all work and relax at different times، كلنا بنعمل ونسترخي في اوقات مختلفه. be grateful، كن ممتنا، يعني احمد ربنا على حياتك، او كن شاكرا وراضي على حياتك. be grateful for the good things in your life، اهو كن ممتنا او شاكرا للحاجات الحلوه في حياتك. and continue to work hard، واستمر في العمل بجد. نكمل اللانجوج نوتس. هنا المحطات اللغويه بيقول لي teenagers وتينيجر وادلت. تينيجر اللي هو شخص مراهق، والادلت اللي هو الشخص البالغ. يعني ايه تينيجر؟ بيقول لي هنا دينا is in grade 2 at preparatory school، دينا في الصف الثاني الاعدادي في مدرسه اعدادي. she is a teenager، وهي بنت مراهقه. اما الادلت الشخص البالغ، اشرف is an adult، he is fully grown، هو مكتمل النمو، رجل كبير يعني عاقل. هنا عندي نمبر 2، عندي alone وكلمه lonely. alone معناها وحيدا او منفردا، ودي adverb، ده ظرف يصف الفعل اهو. he lives alone، هو يعيش منفردا، يبقى كلمه alone وصفت طريقه المعيشه. اما كلمه lonely دي صفه معناها وحيد او حزين. he has no friends، هو ما عندوش صحاب، يبقى he feels ايه، هو بيشعر بالوحده او بالحزن. نمبر 3 بيقول لي كلمه full، والمقطع full والمقطع less، ده مقطع بيضاف لنهايه الكلمه، بيديني معنيين عكس بعض. عندي كلمة careful حريص، و careless مهمل. هنا في full في الآخر، وهنا في less في الآخر، ده اسمه suffix، مقطع بيضاف نهاية الكلمة. الفول بيديني المعنى الإيجابي، والless بيديني المعنى السلبي. هو careful حريص، ده شخص كويس. أما careless مهمل، ده شخص مش كويس طبعا. helpful متعاون، سوري hopeful متعاون، و مفعم بالأمل، سوري hopeful، hope يعني يأمل، و hopeful مفعم بالأمل، عنده أمل يعني. وهوبليس معناها شخص يائس، يعني ما عندوش امل. عندي هنا هيلبفول، دي واحده من عندنا بقى، هيلبفول متعاون، عكسها هيلبليس يعني شخص عديم المساعده او غير متعاون. نمبر 4 سويت وسويت، اثنين بنفس النطق، بس خلي بالك من السبيلنج، خلي بالك من السبيلنج، ده دبل اي وده اي اي، نفس النطق،
سويت دي صفه معناها حلو المذاق او جميل. I don't like sweet drinks، انا ما بحبش المشروبات المسكره او الحلوه. The baby is sweet، الولد ده حلو جميل. ها isn't she، اليس كذلك؟ مش هي بنت حلوه وجميله؟ يبقى كلمه sweet ممكن اوصف بيها انسان او اوصف بيها غير عاقل. طيب اما كلمه sweet اللي هي معناها عرق او يتعرق، ده فعل وناون في نفس الوقت، يعني ايه ممكن تيجي كاسم ممكن تيجي كفعل. In summer في الصيف my skin الجلد بتاعي جلدي is covered with sweet، يغطى بيه العرق. كلنا بنعرف الصيف ايه كمان اتس، يبقى هنا sweet عرق ده اسم، لكن هنا اتس هوت الدنيا حر. He is sweating وهو ايه يعرق او يتصبب العرق. نمبر 5 لاف ولاف ات، هنا جي اتش يا شباب هيبقى تنطق حرف الايه صوت حرف الاف، يبقى انا حرف الاف هنا بيتنطق مع حرف الاف والجي والبي اف والبي اتش، وكمان الجي اتش تنطق صوت حرف الاف. يا مستر الجي اتش بتبقى سايلنت؟ ايوه طبعا نادرا دايما بتبقى سايلنت، لكن في بعض الاحيان بتنطق صوت حرف الاف. لاف يضحك ولاف ات يسخر من او يضحك على. سامي از هابي هي از لافينج لاودلي، سامي ده سعيد هو بيضحك بصوت ايه عالي. اما لاف بتيجي مع حرف الجر ات يسخر من. Don't laugh at poor people، لا تسخر من الفقراء. It's impolite، ده شيء غير مؤد، انه من غير الادب انك تسخر من الفقراء. نمرة 6 نمبر 6 عندي كلمة older و elder و oldest و eldest، يعني ايه الكلام ده؟ older اكبر سنا او اقدم، لو بوصف فيها شخص يبقى اكبر سنا، بوصف بيها غير عاقل يبقى اقدم من. بص كده تستخدم في وصف الاشخاص او الاشياء. باسم is older than محمد، ترجم كده باسم اكبر سنا من محمد، دي هنا بقارن. طب هنا my car is older than ايمن's car، عربيتي اقدم من عربية ايمن. يبقى كلمة older بتيجي بمعنى اكبر سنا او اقدم للاشياء. اما كلمة elder بتيجي بمعنى برضو اكبر سنا، تستخدم لوصف الناس فقط وخصوصا داخل العائلة، يعني اخي الاكبر عم خالي الاكبر وهكذا. My elder brother is an engineer، ترجم كده اخويا الاكبر بيشتغل ايه بيشتغل مهندس. اما كلمة elders دي مقصود بها ايه كبار السن، اللي هي بتساوي كلمة old people كبار السن. تمام، هنا يمكن استخدام elder كاسم بينما لا يمكن استخدام elder كاسم، بينما لا يمكن استخدام كلمة elder. لاحظ بص هنا be polite and respect your elders، يعني يبقى هنا كن مؤدبا واحترم and respect واحترم your elders وكبار السن. خلي بالك هنا بقول لك ان كلمة elder ممكن استخدمها كاسم، لكن كلمة older ما ينفعش لانها صفة، يبقى هنا ما ينفعش اقول على كبار السن كلمة older، لكن كلمة elders ممكن تيجي بمعنى كبار السن. be polite كن مؤدبا and respect واحترم your elders كبار السن اللي عندك. تمام، اما كلمة oldest معناها الاكبر سنا او الاقدم لو بوصف غير عاقل. بص كده the pyramids are the oldest structures in Egypt، يعني الاهرامات هي اقدم مباني مبنية او اقدم بناء في مصر. سهى is the oldest girl in the school، سهى اقدم بنت في المدرسة. طيب عندي بعد كده كلمة eldest يعني الاكبر سنا، تستخدم لوصف الاشخاص فقط خصوصا محيط الأسرة. My eldest sister أختي الأكبر أختي الكبيرة ريم is sitting in front of the tree، جلسة أمام الشجرة. حروف الجر هنا وشوية phrases وعبارات، عندي هنا get married يتجوز، get texts from يتسلم رسالة نصية من، do exciting things يقوم بعمل أشياء رائعة، do the hill down the hill أسفل التل أسفل الحتة العالية، be grateful for يكون شاكرا أو ممتنا لي for، خلي بالك من حروف الجر، smile at يبتسم لي، get on a plane يركب الطائرة، get on يركب الطائرة عكسها get off ينزل من على الطائرة، for the first time للمرة الأولى، و in the background في الخلفية، و in the foreground في المقدمة، in the middle في الوسط، towards the right في اتجاه اليمين، on the left قلناها قبل كده على اليمين، و on the right على الشمال، take a selfie يلتقط صورة بالكاميرا بالأمامية للهاتف، طبعا كلنا عارفين السيلفي. As usual هنا حرف الاس هنطقه جي، as usual كالمعتاد،
do something kind يفعل شيئا جيدا او طيبا و catch a plane يلحق بالطائرة و feel pleased يشعر بالسرور ويلا نحل على الكلام ده علشان نثبت اللي احنا فهمناه number one he invited over هو عزم اكثر من 100 ايه for the wedding party الحفل الزفاف عندي description يعني وصف وعندي suitcases يعني شنط السفر guests ضيوف hills تلال الاجابة guests ضيوف number two that's my sister هذه اختي she is smiling as the camera هي بتبتسم بايه للكاميرا بسعادة careful بحرص loud بصوت عالي hungry بشراهة او بجوع طبعا هي بتبتسم بسعادة للكاميرا number three the damaged ship السفينة المدمرة لما يكون عندي خلي بالك الفعل اللي في التصريف الثالث يمكن يستخدم كصفة يبقى هنا السفينة المدمرة أو هنا ممكن أقول مثلا إيه the broken glass الزجاج المكسور يبقى the damaged ship السفينة المدمرة أو اللي تم تدميرها يعني reached the وصلت إلى safely بأمان وصلت لفين airport المطار ground الأرض أو اليابس port الميناء و playground معناها الملعب طبعا وصلت إلى the port الميناء Number four, please make sure that you send your emails. لو سمحت اتأكد ان انت ارسلت ايميلاتك. لود لي بصوت عالي. careful بحرص. slowly ببطء. وhungry بشراهة او بجوع. طبعا بحرص. Number five, this is photo of my parents. هذه صورة لعائلتي او لوالدي. They are very happy. وهم سعداء. طبعا كانوا ايه هنا؟ ويدنج إزالة الحشائش من الحديقة خلي بالك من السبيلنج والخداع البصري دي ويدنج حفل زفاف ودي مارد زواج ودي كراودز يعني سوري مارد يتزوج وكراودز يعني زحام طبعا هنا هذه صورة of my parents ويدنج في حفل زفاف والدي they are very happy هم كانوا سعداء جدا number 6 I am waiting أنا أنتظر to get on a plane للصعود للطائرة for the first time لأول مرة it's an exciting adventure هذه مغامرة مثيرة أول مرة أركب الطائرة حاجة جميلة جدا sadly بحزن loudly بصوت عالي excitedly بإثارة أو بحماس و carefully معناها بحرص طبعا بحماس number 7 I am sitting under a tree أنا قاعد تحت الشجرة and eating my lunch وباكل الغداء بتاعي قاعد تحت الشجرة ولود لي بصوت عالي hungry بشراهة أو بجوع carefully بحرص luckily بحظ طبعا بشراهة أو جعان باكل بجوع number 8 the skin of a zebra جلد الحيوان الحمار المخطط أو الحمار الوحشي is إيه قلنا في الكلمات مخطط مصر curly معناها مجعد وده صفة للشعر striped معناها مقلم أو مخطط sharp had worried الآن طبعا الإجابة striped number 9 the teacher all his children kindly المستر بيعمل إيه مع كل تلاميذه بعطف أو بحنان أو بطيبة invites بيعزم treats يعامل stands يقف gets يحصل على احفظ الكلمات هتحل بسهولة treat معناها يعامل طيب number 10 it's to feel scared انك تشعر بالخوف او الرعب if you see snake لما تشوف تعبان انه من الايه من الطبيعي او من العادي او من المرح او من التعاون او من الحرص انك تكون خايف طبعا من الطبيعي it's normal to feel scared طيب number 11 I would like to أنا أود أن would like to مصدر كلهم مصدر أنا أود أن a selfie صورة with my friends as usual مع أصحابي كالعادة والصور بيجي معها الفعل make ولا take ولا have ولا do الفعل take طبعا يعني يأخذ صورة selfie make يصنع have يملك أو عنده أو لديه أو يتناول ودو معناها يفعل
Number 12. Can you the meaning of the word desert? هل يمكنك أن نقط معنى كلمة desert? Invite تعزم. Guess تخمن. Treat عامل. So يعني so يعني يخيط. طبعا الإجابة هي كلمة guess. Can you guess the meaning of the word desert? هل يمكنك أن تخمن معنى كلمة desert? Number 13. You can put your, يمكنك أن تضع your ايه on the plane, على الطائرة. When you travel, لما تسافر, ايه اللي تحطه على الطائرة وانت مسافر؟ بتحط suits يعني بدل, pencil cases يعني مقلمة, suitcases اللي هي شنط السفر, و shopping bags اكياس التسوق. لما تروح تشتري حاجات من السوق بتحطها في كياس او شنط, يعني شنط بلاستيك. طبعا الإجابة هي كلمة ايه؟ suitcase اللي هي شنطة السفر. Number 14 بيقول لي هنا you have a, to book a ticket before. طبعا هنا have يعني يملك او لديها وعنده, لكن have to يا شباب معناها ايه؟ معناها يجب ان او من الضروري ان. يبقى انت يجب ان او من الضروري ان. book هنا مش معناها كتاب, معناها يحجز. book a ticket يحجز تذكرة. you have to book a ticket, انت يجب ان تحجز تذكرة. before قبل, on the plane قبل ما تصعد على الطائرة. getting on the plane ولا having ولا delivering ولا driving. driving يعني القيادة, delivering التوصيل, having الامتلاك او التناول, getting الصعود on the plane على الطائرة. لما نحب نحول الفعل لاسم بنضيف له ing. number 15. after his parents death, بعد موت والديه. علي lived, علي عاش ايه؟ علي عاش. يبقى هنا الاجابه هناخد كلمه lonely. lonely معناها وحيدا حزينا. طيب عندي بعد كده number 16. you shouldn't laugh, انت لا يجب ان تضحك او تسخر من الناس. بيجي مع حرف الجر ايه؟ حرف الجر at, laugh at people, يسخر من الناس. يبقى انت لا يجب ان تسخر من الناس, ما تسخرش من حد ولا تتريق على حد. وبكده خلصنا الجزء الاول من lesson 3 و 4 على unit 2. اتمنى تكونوا استوعبتوا الدرس يا شباب, و اللي عنده اي كومنتس او اي تعليقات يكتب لي في التعليقات, وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم مستر اسماعيل حلمي, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.